يا فيصل، اهلا يا فيصل. يلا حيا. سلام يا مرحبتين. فيصل ارحب. هلا هلا ابو مجد. مجد ايش حال؟ مبروك الرجعه. الله يبارك. مبروك الرجعه. الله تبارك لمن؟ لكم. لا بارك لنفسك. تستاهل عودتك يا حبيبي. الله يطول عمرك. ارحب. هلا وغلا. الله يحييك عودا حميدا. وياك الله يطول عمرك. ما كنت اتوقع اني بفقدك يوم من الايام، والله حزنت عليك. لكن كلمه حق يا شباب حق فيصل، امانه هذا الرجل في خروجه، انا شفت سنابات له، شفت تعليق له، هذا رجل امامكم رجل. يعني تقبل القرار اللي كان كلنا يمكن نتفق انه بغض النظر صحيح خاطئ قاسي، تقبله للقرار بينما اخرين رفضوا، هذا امامكم رجل. طيب ارتاحوا ارتاحوا. الله يحييكم ان شاء الله. طبعا فيصل الله يحييك وعودا حميدا. وياك تطول عمرك. اسمح لي يا فهد معي، انا حرجع لمحورك بس ناخذ نص دقيقه مع فيصل. الكونفشن روم فيها مشكله في الاضاءه شوي، فاحتاجنا نحن انك تكون معنا هنا. الله يحييك. الله يبقيك. عودا حميدا. وثني على كلام سعود، كان تعاملك جميل جدا مع القرار، شفنا في السوشيال ميديا كيف كان تعاملك جدا راقي، تشكر عليه أمانة. عطني انطباعك سواء عن الاستبعاد سواء عن الرجوع. خلنا نتكلم عن الرجوع. أول حاجة يا مرحبا بكم جميعا، واليوم والله أنه من أيام العياد اللي شفتكم فيه. أما قرار الاستبعاد سبق أن نوهت عليه وقلت هذا قرار سواء صح سواء خطأ نتقبله بكل صدر رحب، ومن أصحاب القرار ما نقول شيء. أما الرجوع للقرية نحمد الله ونشكره، نحمد الله ونشكره ألف مرة وكره اللي خلتني أجي مع زملائي واصدقائي اللي فقدتهم والفقد يوجع. وزاد اليوم الأناسة، أناسة يوم رجعت أنت وياه واستضفتكم وجيت عندكم انا هنا. انا بعتبر نفسي اليوم انا المعزب. الله يحييك. لان يوم وداعي كان ما في خذها كاش. اي نعم. هذا ما جعني بعد. ونحمد الله ونشكره والله يطول عمر الاداره وبيض وجيههم بشكل عام، الطاقم الاداري والصحابه وملاك. سام طال عمرك. بس انا عندي هنا مشكله مع مصور احمد. ايش فيه؟ والله ان كل الاسابيع الماضيه مصورنا ولا صوره قجتنا لا في القناه ولا حساب القناه. يا اخي اعطيك معلومه. تفضل. مصورنا الغالي من السنه اللي فاتت مصورنا ولا شفت له صوره. لا تفضل يا فيصل. تفضل. وثاني حاجه قرار اقول الله يبيض وجيههم ويطول عمرهم على الرجوع الاداره بشكل عام وبشكل خاص تركي الدوسري ابو سلطان، الله يبيض وجهه ويجعلني عند حسن ظنه وعند حسن ظن كل طيب رب العالمين. طيب بسأله ممكن؟ تفضل. فيصل عندي سؤالين. الاول غششت؟ حلو رجعنا. لا الحين انتهى الموضوع. انتهى الموضوع خلاص، راح بخير وراح. لا فيصل شوف انت تبي ابو سلطان يدخل بكره يقول استبعاد مره ثانيه؟ لا راح ما تبي استبعاد. لا في شيء. انا مثل ما قلت شوف احيانا الاعتراف ممكن لو انك اعترفت وقتها في داخل برايم. لان كرر عليك تبريرك فيصل يدينك. شوف تركي الدوسري كرر عليك خطأ. كان يبغى منك اعتراف، لو انك اعترفت كان ممكن ما يكون في استبعاد. هذا الشيء راح واندثر، ما عاد نقدر نعقب عليه، سواء القرار سواء الروحه سواء التغشيش، فذلك راحت ما عاد نقول بغش او ارادي ولا ارادي. مشكله احنا متسابق موجود معنا داخل القريه. خلاص انا ما اتحدث. مو بلازم انت تقول مغرب مشغلنا. بس بقول حاجه يا فيصل، متسابق معنا داخل القريه لازم يعني ننبش اللي مضى واللي جاي، يعني نتحكم من ابسط حقوق. وانا كمتسابق من ابسط حقوقي اصرح عن بعض الاشياء وبعض الاشياء ما اصرح عنها. امس كنت زميل، اليوم انت متسابق. ليه؟ هذه اللي اجعدني والله اني داخل واني ما ابغى الكلمه هذه، بس ما تروح على بالي معي. بس لا تنسى لا تنسى انك رجعت متسابق. تفضل يا سعود. طال عمرك. اشتعدنا فيها بعد الحين الاستبعاد كان صدمة. صح. دائما الصدمات تولد خلينا تقول العظماء. هل هذه الصدمة ستخرج لنا فيصل آخر هدفه المركز الأول؟ فيصل هو فيصل، ما في فيصل آخر. وبإذن الله أنا مركز على المراكز الأولى سواء جات أو ما جات. أهم شيء الهدف الأول والأخير كسبت حب الجمهور، هذا أكبر شيء يعجب فيصل فيه. أما سواء المراكز إن جات حب وكرم وما جات أهم شيء الجمهور وحب الجمهور. سواء من كبير او صغير. الله يعطيك العافيه. وياكم. فيصل انت رجل ونقطه اخر السطر. دبر قلبك يا نواف ويطول عمرك، جاني عند حسن ظنك وعند حسن ظنك. شكرا يا فيصل، بيض الله وجهك، والله يعطيك العافيه. تفضل يا فهد. خلصتوا؟ خلصت. اي تفضل. الله يحييك. الله يحييك. مع السلامه. يا مرحبا مسلم. فيصل لا تنسى تسلم جوالك. سمت الله. حلوه. انا بس ودي ترى انصحك والله بس عشان ما تورط يعني. على الشحن. انا قاعد اضبط اموري. الله يسر عليكم. عودا حميدا خذها كاش. سلم جوالك. طيب يا متسابق. نعم كنت اقول اني ارى ان قرار الاستبعاد قرار مجحف وانا